ليفربول امبارح مباراه كبيره وهدف طبعا محمد صلاح العظيم ده. بس ليفر بقى انت قلت لي السيتي هيكمل ليفر هيكمل ولا ممكن يقع؟ ليفربول مش مضمون. اولا ليفربول قيمته مش زي قيمه مانشستر سيتي فالغيابات بتاثر. يعني انت دلوقتي عندك وات فيرمينو وجوتا الاثنين مصابين مش عارفين هيرجعوا امتى يعني. فممكن في الماتشات ديت اللي هي اللي جايه ليفربول يعني انا مش هستغرب تماما لو ليفربول سقط نقط قدام ليدز يونايتد عادي جدا يعملها. يعني هو ده الفرق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي خلاص هو الدوري بالنسبه له هو داخل عارف ان هو انا هكسب الماتش ده والماتش اللي بعده لغايه لما اللي جنبي يزهق. انما ليفربول لا تحس ان هو انا متهيالي ان كلوب اساسا في الماتشات اللي فاتت كان بدا رويدا رويدا يحول تركيزه من الدوري خلاص لدوري الابطال. هي خساره امبارح اللي قالت ايه ده ده الدوري طلع لسه قريب انا ممكن انافس تاني. فاعتقد هو ده الفرق اللي بيخلي دايما مانشستر سيتي في صراعاته مع ليفربول تدي الاغلبيه لمانشستر سيتي. ليفربول امبارح عمل ماتش يعني كالعاده بدا قدام الفرق الصغيره بشكل اللي هو يضيع فرص ما تضيعش فتخلي الفرق اللي قدامك تركب عليك بعد كده وتاخد الثقه. نورويتش تقدم وكان ممكن عادي جدا ليفربول يخسر الماتش لولا التعادل ان هو جه سريع من ساديو ماني. ومحمد صلاح بيواصل التالق يعني كالعاده في السنه دي يعني هو بيحط بالارض بينافس نفسه حرفيا في الدوري الانجليزي سواء باهداف او باداء. فحاجه اعجازيه كمان وصوله ل 150 جول مع ليفربول يعني العاشر الهدافين التاريخيين لليفربول ارقام يعني اسطوريه الصراحه.